أعرف بالضبط. شو أكتر شي بتحبيه بجمال؟ بحب طيبة قلبه. جمال أحلى بي بالكوكب. مين ما كان حواليه بيضعف بيقوي. أبضاي قلبه صلب بدل هو شائلنا، هو مقوينا، هو يعني أنا بكتير عمود البيت، عمود يعني البيت وعمود بحياة كل شخص بيعرفه. اللي ما بحبه فيه أنه بيشتغل ليل نهار، ما بيعطي فرصة لحاله. بعرف أنه بيحب كتير أشياء فيك، بس شو بيكره فيك؟ بيكره فيي أني شو بيكره فيي؟ بيقلي أنت كتير حساسة. كتير كتير بيضايقوا هذا الموضوع، بيضايقوا هيدا الشيء. أنا بأثر على البيت. إيه ما أنا بعرف، أنا كتير حساسة، بزعل، ببكي من أشياء بتزعلني، من بيقويني كتير. بتكبر المواضيع أكتر من حجمها. إيه أوقات بقول لك بسطيها القصة من مستاهلة. شو عرفك أنت شو قاعد معنا؟ لا أنا جايب لك بدي أفضح أسرارك أنا اليوم. طيب كيف تعرفتي عليه؟ تعرفت عليه بعشاء، كان مع صديقه، رفيقتي حبيبة صديقه، هن تركوا بعض وتتجوزتوا ونحن تجوزنا. فقال لي عيونك حمر، قلت له لأنه أنا بشتغل، كنت بالشركة بحضر كتير أفلام، لنقي أي أفلام بنا نجي نوزعها على الميدل إيست. قال لي من أي شركة؟ قلت له من إيجل فيلمز. قال لي أنا صاحب الشركة. أوه. كتير انبسط. قلت ما كنت بتعرفي قبل؟ ما كنت بعرف قبل. قلت له بليز بعت لي الملخصات لحتى ما أحضر الموفي أقرأ ملخص الفيلم، وكان مسافر هو على أمريكا، فيني أبقى أحكيك؟ قلت له إيه، وبلشنا. بعدين نقلت لعنده على الشركة، اشتغلتي عنده وغرمنا ببعض غرام قتولة. تعرفي انه بيني وبينك هي لجمالها دائما بس يتذكر، بيتذكر دائما هذا العشاء. بيقول انا تعرفت عليها كنت قاعد بمطعم، يعني بس شفته انا قال لي كنا بالمطعم، قال لي بهذا المطعم تعرفنا على ماجي. خبرني عنكم انتم بس تخانقوا. اخ بس نتخانق. مين بينام برا؟ برا تقود على الصوفة. اكيد انا. اكيد انت. طبعا. انا اكيد انا. انا تعرف ليش؟ لانه شو ما كان جمال مستحيل يتنازل عن اللوكس تبعه. عن جد؟ يعني بيضطر يصلحني اذا مثلا بدون برا، بيضطر يصلحني عشان يرجع انا مع تخته. لا انا بنام برا، يعني بيني وبينك بس اتخانق ولا قليله، يعني احيانا بس اتخانق نام برا. امتى اخر مره نمت برا؟ والله من زمان، من شي 3 سنين يمكن. زلت إيه عن جد عم بحكي، أنا ما بكذب بهي القصص، بس بعدين تعودت. حط عينك بعين. لقلك ليش مش إيه؟ لأنه أنا كتير منيح. لأنه وجعني ضهري على الكرباية برا. مضطر تصالحها على طول. بيقت حس رح يصير معي ديسك. يا أخي في واحد مثل نام بتاخته. إيه وزعلان أوكي بنام مع هذا الطرف. هن اتنين ليك، أنا بقلك شي، لازم يتخانقوا، قد ما تخانقوا قبل ما يناموا يصالحوا بعض. مرتي بتقلي هيك، بتقلي إيه؟ شو ما صار بالنهار آخر شي بس قبل ما ننام إنه لا. وأنا بيني وبينك ماني منظم، يعني ما لي علاقة بالنظام نهائيا. ياي أنا كمان. ومرتي كتير دقيقة. ياي. وكتير هيك بتحب التفاصيل. نفس المشكلة. ولكن تعزابي ضليتني شي 10 سنين 11 سنة قاعد لحالي عايش، فشالف كل الأمور فوضوي كتير. ولوين الجرابات؟ بتقلي بالدرج الثالث. كل مرة بسألها كل يوم وين الجرابات، بتقلي بنسى، بروح بفتح الدرج الثاني. أنا مثلا جمال بيعطيني لنقول شيء وراء. ايه؟ هويات بضيعوا يعني وين خلص وراء مهمة بتضيع. ايه ضاعوا. الباسبور مثلا بيقول لي حطي الباسبورك بالخزنة، بيقول لي اوكي يلا هلا بعد شوي بحطه شي محل، حطيه بالخزنة هلا بزعل. ولو بعونه دي انسى باسبوري. حطيتي باسبورك بالخزنة، بيقول له ايه باسبور ما عطيتي الباسبور. بيركض هو بيدور عليه، بيركض هو بيدور عليه بياخده بدبه بالخزنة، بيقول لي خلاص يعني. فأنا بس سافر معه، كيف الولد مسافر مع أهله ما بتعاطف شيء. فصرت تعتمد عليه بكل شيء. بعتمد عليه بكل شيء، كتير منظم كتير مرتب. ابني مثله، غراض وراءه. بنتي بنتي مثلي. بس بنتي هي بتذكرني بغراضي.